البيتين خلال أداء الغزير والموفق في النظار، وكذلك في الكواليس الذي لدى السيرسي حول تسديد العقد لتعلم الجريد. تقبل كل شيء قبل كل شيء اسمع فوتي بقى قبل كل شيء نحكي على بديات في رامي زريدي في عالم كرة القدم ومرورا لجميع الأصناف وأهم الأحداث اللي قاعدة في مخيلتك في أصناف الشباب. نذكروا 10 سنوات في الدرجة التونسي، بعدها تحول لدابت سجل دوبا الكرام وثلاث سنوات في الملعب التونسي قبل ما تحول للنادي الأهلي السياسي، وكان تحكي لنا على التجربة نتاعك في واشنطن. رامي الجريدي كما قلت انت من مواليد 15/9/1984، بديت في اصناف الشابه للترجي الرياضي التونسي، بديت عمري 9 سنين، خرجت عمري 21 سنه في الاكابر، تعديت بالملعب الجابسي، تعديت بحلق الواد الكرم، تعديت بترجي جرجيز، تعديت بجندوبه الرياضيه الملعب التونسي، وتوا حاليا في النادي الرياضي الصفاقسي. باش نحكيو في اصناف الشبان العشر سنوات، شنو هي اهم الاحداث اللي تفكرها؟ والله 10 سنين تعديوا معناها كلهم تيتروات، ثقافه الترجي ديما تيتروات من الصغرى، فهمتني؟ الكره تعلمنا منها برشا حاجات، تعلمنا منها النظام، تعلمنا منها البروفيسيوناليزم. فما برشا حاجات باهية واحد تعدى بها، مش باش نتذكرها الكل، مي لو بلوز امبورتون ديما معناها في الاصناف الشابة معناها كي نهزو تيتروات ولا كي نمشيو نسافروا معناها نلعبوا دي تورنوا لبرا، فهمت؟ هذيك تقعد في المخ، معناها تبدا تلعب كونتر معناها صغار في الاجاكس امستردام ولا ليون ولا مارسي ولا يجيو معناها دي تورنوا انترناسيونو. دونك واحد يقول الحمد لله معناها طفولته كيما نقولوا تعلم برشا من الكور. باش تحكيوا على التجربه نتاعك في فريق كبير كذلك اسمه الملعب التونسي، يعني عندي تجربه نجم نقولوا اقل ما قال عليها ناجحه، يعني وهي سبب في خروج حارس مثل رميش. صحيح، معناها تجربتي في الملعب التونسي معناها كانت لي ابرز تجربه في كاريري. عن طريق الملعب التونسي باش نجمت معناها نبرز، نجمت ندخل المنتخب، نجمت نكون الحارس الاول في تونس 2010 2011 2009 2010، هذاك اللي خلى معناها الانظار وقت اللي وصلت انا فانت كونترا خلى الانظار معناها تتجه نحوي انا، والحمد لله معناها خدمت على روحي في الملعب التونسي، لقيت برشا عباد ساندتني، اصحابي سورتو، وهاك تشوف معناها فينالمون واحد كي يغزر روحه اليوم وين ما نجم يقول كان معناها ترجمت الملعب التونسي معناها باب ومعناها والحمد لله معناها تحل قدامي، فهمت؟ كي تو نحكيو على قدومك للنادي الصفاقسي بعد تمثيلتك في الملعب التونسي، شكون كان وراء قدوم رامي جريدي للنادي الصفاقسي؟ وقتها نتفكروا جسم خلوتك انت حارس اول، وانت وقت جيت يعني تقعدت على البنك، وكان تحكي لنا وراء قدومي الملعب النادي الصفاقسي كان انيس بوجلبان، صار الكونتاكت مع انيس بوجلبان وحاتم ترابلسي، هما الاولانيين معناها اللي كلموني، سورتو حاتم معناها هو الاولاني اللي كلمني، ومعناها بون من الاول ما نجموش يقنعوني خاطر كنت معناها مازلت كي تزوجت وقعدت معناها في تونس، ما حبيتش معناها نخرج ديريكت. دونك فما شخصية بين قوسين معناها اللي هو لعب في النادي الصفاقسي وحارس كبير اسمه خالد فاضل. خالد فاضل كان من العباد اللي معناها اخويا صاحبي، ديما شجعني ديما كلمني، أول واحد معناها كي سمع بيا معناها فما الكونتاكت نتاع صفاقس طلبني ومشيت بحذاه، دونك شجعني وقال لي ليه لازمك تمشي وراهو معناها تنجح وعندك لي كاليتي وعندك لي كريتير معناها اللي المطلوبين باش تنجح بهم في صفاقس، فهمت؟ وكاو معناها بشويه بشويه اقتنعت مالغري كو معناها جافي دي زوفر معناها اكثر ماديات اكثر معناها من صفاقس، مي فينالمون خيرت صفاقس كوتي بروجي سبورتيف، والحمد لله معناها جيت لصفاقس وجيت لعب ديريكت معناها ما قعدتش على البنك، كان معايا معناها جاسم خلوفي وسليم الرباعي والهادي قعلول، وجيت معناها لعب ديريكت ما قعدتش جمله في على البنك. انت تحكي على الاستقرار، قلنا فما عديد لاعبين ما يخيروش يجيو من العاصمه لصفاقس،
وانت ديجا خمان في الشهادة يعني. صحيح معناها انا لعبت برشا لبرا من تونس، درت برشا بلايس، لعبت في برشا بلايس. تنجم تقول الحاجة اللي خلتني ما نجيش لصفاقس من الاول ماهيش كورة وماهيش ماديات، البعد، البعد على الفامي، البعد على الاصحاب، البعد على الحومة، فهمت؟ وانا العام هذاك معناها ما زلت كي على الرأس، دونك ما حبيتش نبعد، دونك هذا اللي خلاني. وقت اللي انا جيت للملعب التونسي كنت تعب برشا معناها من اللعب البرا من تونس، فهمت؟ معناها سورتو في لي ديبلاسمون، فهمت؟ تلعب بالاحد ويزمك تروح مثلا كيما نقولوا من جرجيس ولا من جندوبه ولا من قابس، دونك هذا تعبني برشا. بعد فينالمون معناها اقتنعت اللي هذيك الكوره هذيك خبزتك ويمشي سهل لك ربي، يزمك تمشي تخدم على روحك. بعد خدمك لنادي السفيرسي، بعد عطي قلت لنادي السفيرسي يتعاقد مع حمد حمد القسراوي، شفت عادي ربي يخدم مع الروح اكثر واستعد مكانه في التشكيله من غير مشاكل، وشو سبب هذا حسن؟ صحيح معناها انا جاي حمدي معناها معايا للسي اس اس. بون شو نقول لك، حمدي معناها قيمه ثابته، ما تنجمش اليوم تحكي على حمدي القسراوي. الناس الكل تعرف حمدي القسراوي، كسوا في الاسبيرونس، كسوا في المنتخب، كسوا كي خرج لبرا لونس. سيتي ان ديفي، فهمت؟ مش بالساهل معناها باش تحط معناها حارس في قيمه حمدي معناها رومبلاسون. دونك الحمد لله قعدت مده انا رومبلاسون معناها مده 3 شهور، ومن بعد خدمت على روحي وقعدت معناها سيريو وديما كيما العاده معناها بروفيسيونيل، كسوا في خدمتي ولا في لونتر معناها في لونترمون ولا البرا في عيشتي معناها البرا. والحمد لله معناها كي جاتني الفرصه معناها استغليتها، وفي الوقت اللي جاتني فيه فرصتي معناها جمعيتي كانت مستحقتني، والحمد لله معناها كنت حاضر وكنت مركز وعاونت السي اس اس باللي نجم وباللي نعرف. تو نحكيو على عادي تسديد العقد بعد مفاوضات طويلة، علاش تبتينا برشا في تسديد العقد ومشكور في الاخر كان وراه باش تتصحح حرام يعني. وش السبب اللي تخليك عادي ترفض التجديد في اول مرة؟ هو انا اول مرة ما رفضتش التجديد عكس ما يتداولوه العباد في الشارع، فهمت؟ عمري ما رفضت التجديد، بالعكس قلت معناها اذا جمعيتي اليوم تعرف قيمتي وتعرف شنو رامي جريدي في النادي راس صفاقسي، يزمي تقدموا لك بعرض معناها في قيمتك، فهمت؟ دونك انا كي قعدت مع المسؤولين معناها الحق معناها لقيت معاهم تجاوب كبير، معناها كسوا سي لطفي عبد الناظر ولا سي ناصر البدوي، فهمت؟ ولا سي عبد المجيد، لقيت معاهم منهم معناها تجاوب. كانوا يستناو فيا انا شنو نعطي عرض، اوكي هي نورمالمون جمعيتك هي اللي تتقدم لك بعرض، فهمت؟ صار الاشكال في الحكايه هذيا. كي قعدت مع سي لطفي معناها قال لي ولدي معناها انا راني مانيش نطول عليك، انا نحب كلمه من عندك، معناها انت تحب تقعد معايا ولا ما تحبش؟ قبل ما نتفاهموا في الفلوس وقبل ما نتفاهموا في حد شيء، فهمتني؟ دونك الكلمه اللي انا عطيتها لسي لطفي معناها في ديسمبر معناها اغسطس 6 شهور التالي عطيته كلمه، قلت له سي لطفي انا راني نقعد معاك، فهمت؟ دونك مشينا بالبرانسيب هذاك والحمد لله معناها سي لطفي مازال معناها يعطي كونفيونس في العباد، مازال يعرف قيمة الرجال، وأنا معناها نصور ما خذلتوش كيما ما جبتش بيه وقعدت للآخر معناها نستنى في 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 اونتر بارونتيز معناها الأمور نتاع السي اس اس تتحسن باش لو جور اللي تجيك معناها الجمعية وتعطيك أوفر، فهمني؟ تتفاهموا وهذاك اللي صار في نال. الحمد لله. لا الحمد لله الحمد لله، شو ما تنجمش اليوم تعدي 3 سنين ونص في صفاقس، فهمني؟ وتزيد عليهم 4 سنين ما تنجمش تكون ماكش مرتاح، فهمت؟ وواحد يلتوش لبوا الحمد لله واحد يقول، فهمت؟ من نحكيو على الالقاب، اول لقب يحوز الجريدي مع الصفاقسي بطولة البطولة وكأس الكأس. بطولة تفكر منهم زيز المسابقات هذا هو العام الاستثنائي هيك اللي عشته مدينة صفاقس. البطولة نتذكر معناها الحجامة اللي عملتها، برشا عباد قالوا لنا ما تبيع عاود حاجة ما عملتهاش. الحجامة اللي عملتها معناها كانت يمكن بون العباد ما تعرفش حكايتها، مي معناها غزروا لها في الكونتكست نتاع الكورة، فهمت؟ عجبتهم والناس كل معناها ماذا بيك تعودها ماذا بيك تعودها، فهمت؟ كانت مبروكة. نتذكر الحجامة اللي خلتني نعمل ديبار جديد، اللي خلتني معناها نعمل عزيمة جديدة، اللي خلتني معناها نكون اليوم مسؤول في السياسات في الجمعية أكثر من كل شيء، معناها أكثر من الأيامات اللي تعديت بهم قبل، فهمت؟
وكسب كاف خويا ما حد شنو نقول لك معناها في تاريخي ما لعبتش برشا فينالات في التيتروات في لي كومبيتيسيون هذوما سيتي العام الثاني خاطر العام الاول طحنا من التور الاول سيتي العام الثاني ولا في العام الثاني تلقى روحك تلعب فينال كونتر مازيمبي فهمت في بلادهم ولا كس ولا في تونس دونك نحس في الاحداث عرفت تزرب بدات تزرب فهمت ربع ساعة ولا نص ساعة الأولى رامي بعد زوز بلاش اش حسيت؟ بعد زوز بلاش ساعة ديجا واحد معناها يتنفس بالسيف فهمتني؟ أصحابي كل كيف كيف معناها حسيتهم دخلوا علينا حسيت اللي في الوقت هذاك يلزمك تكلمي اللعب يلزمك ترزن سينو باش تضيع كل شيء من يدينا والحمد لله معناها صارت استفاقة جماعية والولاد معناها حسوا بالخطر والحمد لله معناها قعدنا مركزين للاخر باش نجمنا نمركيو بونتو غاديكا ونفرحوا بالتيتر غادي في الكون على عكس 2013 اللي سبق الموسم الفارق وين الموسم هذا يعني في اربع القاب يخسرهم جوج بطولات وجوج شامبيون وسيرفر شامبيون حد ما نجم يخبي اللي احنا معناها الافكتيف نتاعنا ناقص يمكن صار ان ريلاشمون يمكن تعبنا من الستريس تعبنا من من الماتشوات يخلي انه الملاعب في وقت من الاوقات معناها يلاشي مونتالمون وذاك اللي صار معناها صارت لنا اخطاء معناها بدائيه خسرنا فيها تيتروات معناها يمكن حياتنا كامله معناها نجمو تقعد ما تعودش تلعب فيهم لي كومبيتيسيون هذوما ومالوريزمون معناها ديما نقول قلة الخبرة نتاع البعض خلى انه التيار يهز الناس كل مع بعض. نحكيو الان على المدربين اللي تعرفوا على النادي السفاقسي، شكون اكثر مدرب ارتحت مع انت كرمي وارتاح مع الجروب كامل؟ وانا حاسس مش تقول لي رودو كرول. والله شو نقول لك معناها اوكي رودو كرول في الاترونجي ما زاد التونسي عنده قيمة معناها. فهمت ما تنساش سي نبيل الكوكي معناها في صفاقس معناها جوارات كل معناها توا تحكي باسمه سي نبيل سي غازي الغرايري زاد كيف كيف اللي انا معناها شخصيا ما كنتش نعرفو سي غازي والحق معناها انترونور راجل برشا ويعطي قيمة الملاعب التونسي وفي الاترونجي بالطبيعة معناها رودو كرول بيسكو هزينا معاه تيتروات وقعد معنا برسك عامين فهمت تو نحكيو على حكيت خلافك مع محمود بن صالح اسمه الله خير لك كي راهو شارة القيادة تعالي ما خليت لا إله إلا محمد رسول الله خلافي مع محمود ماهوش خلاف كيما تحكي العباد في الشارع واحد الكل المصارم في المعدة تتعارك عادي في جمعيات أخرين تصير المناوشات بين زوز من العبية فهمتني سببهم لا هي طفلة لا هي سهرية لا هي حد شيء سببها عادي الكورة وفي الكورة باش يصير الجدال خويا فهمت وتقعد ديما في إطارها الكورة وبيان سور وما تتعداش الحدود هذيك ومن بعد نخرجوا من التيران معناها رجعنا أصحاب ورجعنا نحكيو مع بعضنا ما فما حتى مشكل وعادي في الكورة تصير معناها علاش في صفاقس نأولوها وردوها معناها خلاف معناها كبير موجودة في الجمعيات الكل وفي العالم أجمع معناها زوز من لعبية يتعاركوا في التيران معناها ماهيش جديدة فهمت ماهيش جديدة خاطر احنا الانتيري بتاعنا انتيري واحد هي مصلحة النادي لاز فيكس شرط قيادة عمرها ما كانت تعنيني شرط قيادة عندها مالها فما علي فما محمود فما محمد علي منصر انا ما تخصنيش شرط قيادة ايش مشبوك صعيب 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 حاجه ماني ماهيش في مخي ما نجم نكون معناها نجم نكون ليدر في التيران من غير ما نلبس شرط قياده فهمت نحكي عن المنتخب يعني شنو الاسكيل اللي صار وغير التصريح اللي اديته به لي وقت اللي لمت على المسؤولين في النادي الاسفنسي ايش صار جديد وعلي سلامي مش في المنتخب ما عندي حتى اجابه للسؤال هذا حتى وقت ضبط المعنيين ما تعرفش حتى كي تحط راسك على المخدة تحب تلقى حل تحب تلقى علاش وكيفاش معناها ما لقيتش حل وما نعرفش علاش حتى كي حاولت نلقى حل خرجوني انا غلط فهمت
والله غالب ما نعرفش ما نعرفش فما قول لاخرين يمكن احسن مني لازم يكونوا هما في المنتخب ونشجعهم وبرافو اليوم وبرافو للناس اللي واقفه وراهم انا عندي ذراعي على ذكر الناس اللي واقفه وراهم شفناك انتم على المسؤولين ما عادش بون في وقت من الاوقات صحيح معناها خاطر نورمالمون ما نخرجش انا ندافع على روحي من المفروض معناها مسؤولين النادي نتاعك هما يدافعوا عليك كنت في وقت من الأوقات حسيت روحي معناها نلعب وندافع على روحي في نفس الوقت وهذاك مش صحيح وهذاك اللي خلى العباد معناها في المنتخب يحملوني المسؤولية وحتى يمشيوا للمونترونور يقولوا له معناها هذا السيد يتكلم هكايا وعلى الكل ويحاولوا يشوهوا صورتي وأنا مش هكاكا ريالمون مي كاو دروس تتعلم منها الدنيا وكاو باب المنتخب بالنسبة لي أنا تسكر ونخدم على روحي في جمعيتي وكاو جمعيتي نادي راس فاقسي بالنسبة لي أنا اليوم هي الجمعية وهي المنتخب صحيح رامي تو ما نحكي وانت في حراسة الشباك لكن يعني بحب البيرز يعني وقت تكون على اليمين شنو اللي تشوفه غاديك يعني ممكن مش كي اي تلاعب في النادي الرابيس فيقسي نجم يحسن اللي وراك قلت لك قبيله نحكي واحنا قلت لك فما اوقات نحس بجمعيتي نحس باصحابي اسكو ماتش نتاع ربح ولا نتاع نيول ولا لا قدر الله نتاع خساره فهمت والحكاية هذه تبدأ من الببليك خاطر أنا وراي تروى بلوك إذا أنا أول الماتش نبدأ نسمع كل واحد يغني في غناية فهمتني عندها قيمة الحكاية هذه تلقى النجم نسمي النجم نسمي الجروبات تلقى مثلا ليوني يغني في غناية والفايترز يغني في غناية فهمت والبيان الدروغي يغني في غناية فهمت تعرف اللي الماتش هذا ما كنتش تمشي فيه لبعيد فهمت وإذا تلقاهم الكل ملمومين ويغنيوا الكل في نفس غناية تعرف اللي الماتش هذايا يا باش تربحوا يا في أقصى الأضرار معناها تقول ماتش نيل وهذه حاجة تريز امبورتونت تريز امبورتونت تريز امبورتونت أنه الببليك اللي ورايا سورتو الفيراج يبداو يغنيوا في نفس الغناية عندها قيمة كبيرة في وسط المباراة عمرك شي صارت لك طرفة مع أحد من الجماهير والله ديما ما دامك في صفاقس ديما طرفة تصير لك طرفة والله تلقى ساعة ساعة واحد هكا يمكن مع عقبته ومرته ولا حاجة يجي فادت شوية يرمي كلمه مش في بلاصتك تقعد تظن لك اوكي تقول كان نشد وثايا فهمتني مي بون هكا وتقعد ديما معناها اللي يصير في التيران لازم يقعد ديما في التيران ما يلزموش يخرج لبرا خاطر كان يخرج لبرا تكبر الحكايه فهمت وهذاك غلط الباهي نتاع التيران والخايب نتاعو لازم يقعد في التيران اليوم نلبس سيفيل نخرج الشارع الحمد لله معناها صفاقس كامله معناها تلقى العباد فرحانة بيك ولا بالجمعية وحده كل الناس كل تحكي على الجمعية وحاجة عندها قيمة كبيرة هذي شفناك عندك عطي طبعا نورمال مو برشا سعيد حسب ما يكون بعض ومما خليك تدخل في مناوشين حتى ما بعض لحد ما تسير صحيح صحيح كاركتيري بليد صعيب حقوقي بلغة أخرى فهمت توا في تونس كلمة الحق ما عادش يحبوها يخافوا منها فهمت انا كاركتيري صعيب علاش خاطر مسؤوليتي اصعب مسؤوليه الكاج راهي صعيبه برشا فهمت و دونك من حقي نكون اكثر كونسونتري من صحابي اكثر على اعصابي من صحابي فهمت خاطر البوست نتاعي سونسيبل برشا حاجه اثنين المناوشات اللي صارت لي مع الاحباء مش احباء فئه نسميها من البعض فهمت خاطر مره همش ديما انا كي يجيو فهمت يجيو ساعه ساعه وانت فهمتني ما كانوش معناها يقصدوني انا حتى كي تعاركت معاهم ما قصدونيش انا راهم قصدوا صحابي وانا بغيره في صحابي حميت على صحابي وليت انا في المشكله ومالوريزمون كبروها في صفاق وتحطيت انا في الواجهه وما معناها عادي انا نقبل المهم معناها بالنسبه لي انا معناها سي اس اس فاميليا كيما تدافع على روحك تدافع على اصحابك شنو طموحك مع الفريق ديما تتروات ديما تيتروات طموحات ما ينجمش يكون طموح اي حاجه غير تيتروات نحكي على كاس الكاف من سويس امثل حاجه لنادي راس فيقسي امثل حاجه باش نفوز بالكونفدراليه نادي راس فيقسي في امثل حاجه معناها الكاس هذايا ملاعبيته زاد في امثل حاجه الكاريرهم امورهم الكل شيء في امثل حاجه جمهورنا استانس بينا الفوق فهمت ما
من حقه انه يتغشش كيشوف جماعه تهبط شويه. وفي الكوره هذيك حاجه عاديه معناها اليوم الفوق غدوه اللوطه. من العباد لازم تعرف اللي فما برشا ظروف خلتنا نهبطوا اللوطه مش كوره برك. خاطر اليوم النادي الافريقي تحب تهز شامبيونا ما خدمتش كان في التيران، خدمت لبرا من التيران، فهمت؟ دونك كي تكون الاجواء لبرا من التيران باهيه من الببليك للهيئه للمسؤولين للستاف للجوالات تنجم تنجح. هذه ظروف النجاح تتسمى، فهمت؟ كي تلقى انت ما فما حتى شيء من هذوما الكل ما تنجمش تقول وين ظروف النجاح، ما تنجمش تقول وين النجاح، فهمت؟ دونك ان شاء الله مع قدوم ستاف جديد معناها فما برشا ظروف تاع نجاح. ان شاء الله الجوالات تكون نحسوا بالمسؤوليه اكثر، نحسوا اللي ورانا بلاد ونحاولوا نمشيوا الماكسيموم في ميسي. تحكي لنا على باولو دوارتي، شنو الفرق بينه وبين غازي الغريق؟ مونتاليتي ليترونجي ديما نخافوا منها. التونسي هاني قلت لك معناها سي غازي معناها يعطي الملاعب قدره، واحنا التونسي تونسي للتونسي اذا تعطيه قدره معناها يتجاوز حدوده، فهمت؟ مع ليترونجي التونسي ما ينجمش يتجاوز حدوده خاطر ما يعرفوش، فهمت؟ وهذه حاجه باهيه في ليترونجي على خاطر ما يميزش. ما نمشي لك اكثر من هكا مع فيليب التروسي ومع في باولو دوارتي، فما فرق كبير؟ فرق واضح. لا نجم نحكيو على دي فيليب شو نقولوا ديكتاتور لغه الكوره، ديكتاتور رياضي. فيليب خويا نحب نسال الفارماسي اللي تبيع له في الحرابش، ما تنجمش نقول اكثر من هكا. نمشيو نحكيو توا على دي مباراه عمرك ما تنساها. مباراه ما نجمش ننساها. مش باش نقول لك مباراه ما عند الببليك مش مهمه، ما انت تقعد لك مش باش نقول لك مش باش نقول لك مش باش نقول لك مباراه نتاع تيتر، مش باش نقول لك مباراه نتاع نصف نهائي، مش باش نقول لك مباراه نتاع ربع نهائي. مش نقول لك مباراة اللي خلتني نجي لصفاقس، اللي هي مباراة الملعب التونسي ونادي الرياض صفاقسي في صفاقس. اللي خسرنا 2-1 في الاخر وتضربت انا في الماتش هذاك. صحيح وقت اللي طحت هذيك المباراة اللي انا اونتر بارونتيز معناها حسيت روحي قريب لصفاقس اكثر من بلاصة اخرى. وشنو التصدي اللي ما تنساهاش من السيتي؟ كرة مصعب ساسي كونت ليتوال بلاي اوف لهنا. معناها صارت غلطه، جات الكره في السيمترا عند مصعب ساسي على ساقه اليسار وانا واقف معناها وما فهمتش كيفاش رميت روحي معناها اعطيني نسكر الكاج وافكتيفمون واحنا رابحين وقتها واحد بلاش ومنعت الكره بساقي. الكره هذيك كانت ديسيزيف برشا في الشامبيونا وفي الماتش هذاك، وهذيك بالرسمي كره معناها علاش؟ خاطر التفكير في الرياكسيون باش نتبلانجا معناها عندي سكوندا سكوندا خممت فيها وصارت الرياكسيون، فهمت؟ واش البونتو اللي ما تنساش مع السيسيس ماركيه؟ البونتو نتاع فيتا كلوب الاولاني، فهمت؟ خاطر الكوره كي تضربت بالراس، فهمت؟ كي تبدا تتضرب بالراس وتعمل روبون، فهمت؟ صعيبه برشا للجارديان، سيرتو نهارتها ما طلبناش باش يبلوا لنا الغازون. نهارتها احنا ما طلبناش باش الغازون يتبل، فهمت علاش؟ خاطر ما ترينيناش في التيران والغازون مبلول وهذا عنده قيمه، فهمت؟ دونك الريبير يتبدل، مش كيما كوره تبمبي في غازون مبلول، مش كيما كوره تبمبي في غازون شايح. والكوره كي بمبيت في الغازون مبلول بمبيت وقوات كي قوات زادت طلعه، وذاك اللي خلاني انا نقعد ما ننساهاش خاطر مس في يدي ودخلت. شكون اللاعب اللي تمنيته باش يكون معك؟ اللاعب اللي تمنيته يكون معي في السياسة بالطبع مش جارديان. لا حتى جارديان مسالش، حتى كي يكون جارديان مسالش مش مشكل. بون فما برشا ملاعبيه، فما يوسف المواهبي، فما لا اله الا الله محمد رسول الله. سفيان موسى تاع ليتوال معناها عباد جوالات معناها اصحابك وامام طون تعرف اللي هما معناها ينجموا يعطيوا البلوس في جمعيتك، فهمتني؟ نتمنى زاد الشكر الرقيعي، نتمنى مجدي المصراتي، نتمنى برشا زيجي مجدي المصراتي. والله ان شاء الله 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 ان شاء الله. بون لازم تقوي الافكتيف، لازم تقوي الجروب، يلزم خاطر بالحق معناها
يلزمنا ان نبدلوا. جاء وقت اللي اليوم يلزمك تبدل ويلزمك تجيب جوالات جدد باش تقوى الكونكورنس في الجروب. تو مش نعطيك عطي كلمه الختام تقول لحد اللي بس نشوف الناس اللي حاسه. نشكركم الساعه انتم معناها الموقع هذايا سباكسيان.نت على الاستضافه هذه. و جمهور نادي الصفاقسي نوعدوا كسوا انا كسوا اصحابي معناها باش نخدموا على رواحنا ونحاولوا معناها نفرحوهم للماكسيموم. والعائلتي ربي يصبركم ديما بعيد ديما استاجيت يعيشك فهمت. ولدي نتوحشه صحيح، مرتي كيف كيف، الفامي كيف كيف، ان شاء الله اخويا نخدموا على رواحنا وفرحتي انا في الكوره فرحه الناس كلها.